تحياتنا لكم من جديد. اليوم معي صديقي الكوتش أسامة، راح نعطيكم تمارين على الفوم رولر اللي هي هاي الأداة. طبعا هي عبارة عن أداة أسطوانية زي ما احنا شايفين، هذا بلاستيك مقوى وعليها زي ربر من برا، أو هي مادة إسفنجية. طبعا هاي ممكن يوقف عليها حدا وزنه 200 باوند تتحمل. الهدف منها إنه نستخدمها للعضلات عشان نعمل ريليس، نعمل ريكفري، استشفاء لعضلاتنا. هلا احنا بعد التمرين بشكل عام الغشاء اللي بيكون تحت الجلد مباشرة وهو فوق الألياف العضلية بيمسك بالعضلة نفسها، فبصير توزيع الدم وضخ الأكسجين وتغذية العضلات أقل. فالآن باستخدام هاي الأداة برجع الوضع كما هو، فبصير ضخ الدم للعضلات كافي والأكسجين بوصل، فبتتغذى الأمور بشكل ممتاز. رح نعمل تمارين لأسفل الجسم، رح نبلش بعضلات الرجلين، ممكن نطلع شوي كمان لأسفل الظهر. ياريت إذا عندكم أداة زي هاي أو أي إشي أسطواني ممكن يكون هيك ملس إنكم تسووا معانا. متوفر هي في محلات الرياضة، بإمكانكم إنكم تجيبوها. أتوقع سعرها يمكن 23 دولار. أول وضعية طبعاً رح نعمل لعضلات الكالز زي ما شايفين، إيدينا تقريباً تحت الكتاف، رح نرفع الحوض شوي، رح نعمل حركة بسيطة للأمام للخلف. راح نحس هلا زي كأنه إذا بنتذكر ستاتنا بالبيوت كيف بيملسوا العجين أو أي طريقة أخرى. تمام، هلا بنفس الوقت إذا أنتوا بتلاحظوا أو بتشتغلوا معنا راح تحسوا إنه في لود على إيدينا على كتافنا، وبرضه على الكور على عضلات البطن إذا سحبنا حوضنا لتحت ولجوا أكثر. عشان هيك ممكن نسميها كمان سمارت كور، لأنها مش بس تعمل مساج للعضلات، هي كمان بتشغل الكور بالوضعيات اللي احنا بناخذها. جود، نزيد الرينج اوف موشن. تمام، هلا بنصير شوي شوي نحس انه العضلة صارت مرنة أكثر، وبدايتها بيكون فيها شوية ألم لكن بعدين بصير يختفي. الآن إذا بدنا نزيد الليفل ممكن نخلي رجل واحدة بالنص وبنحط الثانية طبعا فوقها وبنعمل نفس الأداء. طبعا راح يزيد هلا البرشر على العضلة لكن هذا أثناء الحركة. الآن بعد ما نخلص الحركة راح نحس براحة تامة. نعمل سويتش، رجلي الثانية رول كامل، برضو نفس الشيء، بنسحب البطن والحوض تحت الكتاف لجوا. جود، تمام، جريت. من عضلات الكالز بنروح للهامسترينج اللي هي الفخذ الخلفي، بندحرج الفوم بنخليها على نهاية الفخذ الخلفي. الآن نطلع بوزننا، نشيل حوضنا على الأرض، إيدينا على الأرض، الرجل الثاني ممكن تكون هون. ريلاكس شوي شوي، بمشي لتحت لفوق برضو نفس الشيء على امتداد العضلة. تمام، نزيد الرينج برضو نفس الشيء، نسحب الحوض لجوا. الآن هاي الليفل الثاني تبعها انه صعبها شوي، بانه ناخذ الرجل الثاني لورا ننزلها على الأرض بالشكل هذا. الآن عشان ما يصير في ألم كبير بنحط إيدينا على الفوم وبنصير نحرك لقدام ولورا. إذا حبينا نكتفي بليفل 1 ممكن نضل مع الكوتش أسامة. ريت، ليفل 1 كبداية بكون ممتاز وكافي عشان شوي شوي نهيئ حالنا. نعكس رجل ثانية. جود، سويتش 1 and 2. الرجل طبعا زي ما انتم شايفين مستقيمة ومفرودة مش لامسة الأرض. طبعا مجرد ما فردت الركبة مش بس عضلات بطني شغالة، إذا بنلاحظ هون عضلات الكوادز كمان شغالة، يعني بتوظف عضلات بشكل ممتاز. سويتش، هاي الحركة من جهتكم عشان تكون واضحة، الركبة على الأرض شوي شوي
برجع وبقدم. هلا هون بليفل 2 ما في اي مشكله اذا كانت رجل على الارض، لانه انا اوريدي مايل لقدام، بصير جسمي بالضبط فوق الفوم، عشان هيك البريشر والضغط راح ازيد على العضله. تمام، سويتش العضله الثانيه هيك. تمام، نروح لعضله الجلوتس، بنميل على جنب. هلا زي ما انتم شايفين حطيناها بشكل زاويه. الان احنا جسمنا بده يكون مواجه ل 45 درجه لفوق. تمام، هلا شوي شوي ممكن نحط كوعنا على الارض، عضله الحوض من وراء، احدى العضلات الكبيره طبعا بالرجلين واللي دائما بتشارك في تمارين السكواتس، لانجز، ديد ليفت. شوي شوي هلا احنا الدايركشن هذا اللي ماشيين فيه هو نفس اتجاه الفايبرز، نفس اتجاه اللي هي الالياف العضليه تبعت العضل. الان اذا بدي ازيد ليفل هون ممكن شوي ارفع رجلي على الارض، احط الثاني فوقها وشوي شوي اعمل الحركه. بدي اعمل بالانس هون، مجرد ما اني عملت بالانس شو اللي بدي اشغله؟ طبعا بالتاكيد عضلات الكور من حوض من ابس، ف زي ما حكينا هي سمارت كور. يس، تمام، سويتش على الجهه الثانيه، نفس الشيء باخذها زاويه، ده حركه بسيطه. شوي شوي بنزيد الرينج زي ما حكينا، هاي اول مرحله. المرحله الثانيه اذا حسينا انه الليفل بسيط وخفيف نقدر نزيد لود، اوكي، عشان نقدر نعمل ريليس اكثر للعضلات ونريح. تمام، الان بنروح على العضلات الاماميه الكوادروسبس، نخليها عند ركبنا بس بنميل عليها بالشكل هذا، كوعنا على الارض، الوضعيه اشبه طبعا وضعيه البلانك، الكوع تحت الكتفين، رجلي برفعهم عن الارض وبصير اتحرك للامام والخلف شوي شوي، حوض مرفوع، البطن مشدود. طبعا هاي التمارين في ناس بيستخدموها قبل التمرين، في ناس بيستخدموها بعد التمرين. اذا كانت قبل التمرين فهي عشان تحسين المرونه، بالاخص اللي هم لاعبين باور ليفتنج، عشان يوصلوا لرينج اوف موشن معين ومدى حركه، مثلا بتمرين سكواتس بيستخدموها عشان يزيدوا مرونه العضله والمفصل يتحرك بشكل سلس. الان بعد التمرين اكيد عشان زي ما حكينا اللي هو الماي فاشل ريليس، انه نرجع الغشاء لوضعه ومكانه عشان تصير تغذيه العضلات بشكل ممتاز. الان نروح لاسفل الظهر، برضو من العضلات اللي دائما مستهلكه عندنا او بنحتاجها، لانه دائما احنا بنكون قاعدين على مكتب او واقفين، فدائما في لود تحت على العضلات. الان برفع الحوض، ايدي على الارض، حركه بسيطه، خلي الدقن لجوا، جود، شوي شوي. الان رفعت حوضي عن الارض، راح تشغل هون عندي الهامسترينج، كمان الجلوتس اللي هي الحوض من ورا، شوي شوي بصير ازيد الرينج، جود. ممكن ارفع ايدي لفوق بس انزل لتحت، برجعهم لورا وبرد برجع، جود. 1 2، بحاول اطلع للابر باك ماسلز. تمام، شوي شوي. النفس طبعا مهم جدا انه يكون ملازم مع الحركه. جريت، بشكل منتظم رائع. تمام، ريلاكس. الان نستخدمها بس نعمل فيها ستريتش بسيط، وضعيه تشايلد بوز، نوسع ركبنا شوي، نرجع بحوضنا لورا، ناخذ نفس. يعني هيك بنكون اشتغلنا على العضلات الاساسيه للرجلين اللي هي الكالفز، اللي هي بطاطه الرجل، الفخذ الخلفي،
الفخذ الأمامي، حوض من وراء، وكمان أسفل الظهر. يعني هاي أكثر وأهم العضلات الرئيسية اللي إحنا دائماً نستهلكها بتمارين الرجلين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. شكراً لك كوتش أسامة، إن شاء الله بنشوفكم حلقات مختلفة. يعطيكم ألف عافية.